الامور ماشيه ازاي بالنسبه للجهاز الفني للنادي الاهلي. مستر كيفن جونسون المدرب العام للفريق خلاص رحل بشكل رسمي، ده امر معروف بالنسبه للجميع. جاري الاتفاق على تعيين مدرب عام اخر، او ممكن كمان ما يتمش تعيين حد ويستمر الجهاز كما هو، يبقى الكابتن سامي قمصان موجود مع مستر بيتسو موسيماني. ايه اللي هيحصل؟ لسه في الاتجاهين دول والاستقرار عليهم هيتم بشكل نهائي خلال الفتره القليله المقبله. ده فيما يتعلق بالجهاز الفني. يوشا كمان محلل الاداء مشي، بيتم الاتفاق مع محلل اداء اخر مميز هيتم الاعلان عنه خلال الفتره المقبله من قبل برضو النادي الاهلي. احنا دايما برضو بنحب نقول لحضراتكم الامور لما تبقى بشكل رسمي، بس دايما بيبقى مهم قوي بالنسبه لنا ان احنا نطمن جمهور النادي الاهلي على مجريات الامور داخل القلعه الحمراء، ده امر ايضا غايه في الاهميه. طيب الفريق هيرجع تدريبات امتى؟ هيرجع يوم الاربعاء باذن الله. حتى الان المتفق عليه ان الفريق هيرجع تدريباته يوم الاربعاء عشان يستعد للمرحله المقبله. موقف بيرسي تاو وميكيسون والمحترفين هيرجعوا امتى؟ يوم الاثنين هيخلص علي معلول ماتشه مع تونس، لعب امبارح ماتش كبير جدا، عمل اسيست كسبه 3-0 قدام غينيا. يوم الثلاث هيخلص بيرسي تاو مباراته مع جنوب افريقيا، او يوم الاثنين بيرسي تاو برضه مع علي معلول. يوم الثلاث ميكيسون هيخلص مباراته، وديانج هيخلص مباراته مع مالي. ميكيسون مع موزمبيق وديانج مع مالي، يخلصوا كل مبارياتهم وارتباطاتهم الدوليه، ينضموا لتدريبات النادي الاهلي بدايه من يوم الاربعاء باذن الله، لو فعلا هيلعب هيتمرن النادي الاهلي يوم الاربعاء وما حصلش اي تغيير يعني. فان شاء الله باذن الله الصفوف تبقى مكتمله بالنسبه للفريق، ويبقى او تبقى فتره اعداد مصغره مناسبه او تساعد في تحقيق المزيد والمزيد من الانجازات بالنسبه للنادي الاهلي خلال المرحله الهامه جدا المقبله. ده كل ما يتعلق بملف الصفقات و الكواليس والامور هتكون ماشيه ازاي. يبقى الاعلان الرسمي من قبل النادي الاهلي، ده امر مؤكد، واكيد اي حاجه عايزين تعرفوها بالشكل الرسمي يبقى من خلال المركز الاعلامي للنادي ومن خلال قناه النادي، السيستم اللي حضراتكم عارفينه داخل القلعه الحمراء. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل واخبار عن النادي الاهلي بتتقال على السوشيال ميديا، عندنا عليها تعليق مهم جدا قبل بقى ايه ما نتفرغ لمنتخبنا الوطني، وتعليق مهم جدا وكلام كتير عن استعداداته لمباراة بكرة وعن كمان أدائه في مباراة أنجولا. استنونا بعد الفاصل.